الكرام متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات هذا الصباح وشوطنا الرابع عشر، من تمت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا الرابع عشر والخاص بالزمول هنا، المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها بهذا الانطلاق. نتابع هنا الانطلاقات، نتابع التحديات ونسير هنا في مجريات هذا الشوط وأحداثه، شوط مليء أيضا هنا بالإنجازات، مليء بالتحديات، مليء هنا بأيضا الإثارة. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمنطلق السليماني محمد بن سهيل بن خميس الشامسي، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط. ما شاء الله، اندفاع تلقائي، هذا الأداء المميز الجميل. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني هنا بهذه الاندفاع في هذا الشوط. ما شاء الله، هنا ثاني المراكز والمنطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات، يأتينا من الجانب الآخر هنا مندفعا منطلقا بهذا التحدي. هنا يأتينا عزام خالد بن حميد بن سعيد العليلي هنا المنطلق بهذه الانطلاقة، بينما المركز الثالث ويتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات منطلقا هنا أيضا المحيط بانطلاقة مهير بن حمد بن مهير بن حما الدرمكي، من يأتينا في هذه اللحظات ويتسلل إلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلق في هذه اللحظات هنا القادم بانطلاقة الكوبي أحمد من مطر من مايد لخيلي على المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس هنا ضاوي منصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي، من يأتينا هنا على المركز الرابع وخامس أو المركز الخامس، المركز السادس، المركز السادس والمتسلل في هذه اللحظات اللورد لسهيل بن سليم بن حربي العامري، من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. سابع مراكزنا، المركز السابع، المركز السابع والمنطلق على سابع المراكز، يأتينا هملول مطر بن عبيد بن خليفة الطنيقي مع هملول على المركز السابع، وفي المركز الثامن هناك من القادم في هذه اللحظات زاهي هنا العلي بن دلهم بن ناصر الهاجري، من يأتينا على المركز الثامن، وفي المركز التاسع، المركز التاسع والمتسلل في هذه اللحظات هنا والقادم ما يهاب حمدان بن حمود بن ربيع لقتبي، وهناك منطلقا بهذه التحديات هملول، هملول هنا عبد الله بن سيل بن طماطم العفاري، وعلى المركز العاشر مغادر لسعيد السيد ابراهيم الهاشمي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى. ما شاء الله، اسامي وشعارات هنا تنطلق هذه اللحظات، لنا عودة الى الصدارة، لنا عودة الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. وهذه الصورة الجميلة المتميزة واللقطة هنا من مخرجنا عبر الموني هليكوبتر، نتابع ونعود إلى صدارة هذا الشوط.
السليماني لا زال على صدارة على المقدمة لمحمد بن السهيل بن قميس الشامسي منطلقا على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا حمد بن مهير بن حمد، هنا برحمه الدرمكي من يقدم لنا هنا أيضا مهيض على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتينا عزام هنا خالد بن حميد بن سعيد العلي منطلقا على المركز الثالث وعلى المركز الرابع والقادم هنا اللورد لسهيل بن سليم بن حربي العامري وضاوي لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي من يأتينا على المركز هنا الخامس وسادس المراكز، أم غادر لسعيد السيد إبراهيم الهاشمي والكوبي هنا لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي منطلق أيضا بهذه التحديات. المركز الثامن من الجانب الآخر القادم هنا أيضا المرتقل سالم بن حمد بن سليم العويسي من ينطلق مع المرتقل، أول نداء في هذه اللحظات. وتاسع المراكز هملول عبد الله بن السيل بن طماطم العفاري، وعلى المركز العاشر والقادم هنا معطش سعيد بن ضحي بن حمد المزروعي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وسيل من الزمولة أيضا خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. السليماني لا زال على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا أو هذا برزان راشد بن سلطان بن مسعيد لقتبي على الصدارة وعلى المركز الأول. نتابع هنا برزان لا زال على صدارة، راشد بن سلطان بن سعيد لقتبي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بالمقدمة، بينما لكن هنا التغيير في هذه اللحظات، من غير على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول. هناك مهيض من غير على الصدارة وعلى المقدمة بشعار هنا أيضا حمد بن مهير برحمة الدرمكي من يأتينا على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الأول والتغيير من مغادر سعيد السيد إبراهيم الهاشمي من غير على الصدارة، ولكن أرى الله التسللات واردة هنا هملول عبد الله بن سهيل بن طماطم العفاري. المركز الثاني يأتينا مغادر سعيد السيد إبراهيم الهاشمي والمرتجل القادم بهذه اللحظات سالم بن حمد بن سليم العويسي، ولكن هنا معطش سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي. وصل الكوبي يتسلل من مركز إلى مركز، الكوبي المنطلق بهذه الانطلاقة. هنا الكوبي لأحمد بن مطر بن مايد لخيلي، ولكن أرى وصل وهالي الشحانية هذه اللحظات مع هنا القادم بهذا الانطلاق عز فهد بن علي بن عبد الله هنا المهندي من وصل بهذه اللحظات، ولكن هنا القادم مشاكل هنا زايد بن محمد بن قران المنصوري من يأتينا بهذه الانطلاقات والتحديات. الله وصل شعار بمرهان شعار صعب المضامرين
قديم ايضا هنا مع ممدوح محمد بن سلطان بن مرخان لاجتبي القادم بهذا الانطلاق، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الاول هنا المنطلق معطش سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، ولكن الله الله ممدوح 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 يتسلل بهذه اللحظات، ممدوح ممدوح مع الكيلومتر الاخير، ممدوح لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي من غير على الصدارة غير على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط، انطلق بالمقدمة وبهذه الانطلاق وبهذا الهدوء، الله الله هو هنا ممدوح على الصدارة ممدوح على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل والقادم القادم هنا انطلاقة والتحديات هنا أيضا هنا الغزال محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي القادم في هذه اللحظات على المركز الثاني، ولكن هنا ممدوح 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 بالصدارة ممدوح بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط، ممدوح المنطلق بالفوز المنطلق بالناموس هنا ممدوح محمد بن سلطان بن مرهان لاجتبي هنا الصعب من ياتي على الصدارة على المقدمة والنقطة الثانية هنا ايضا في صباح هذا اليوم ها هو ممدوح تهدونا يعلن الفوز ويعلن الناموس هنا منطلقا بصدارة هذا الشوط، ها هي لحظة وصوله الى خط النهاية والى الفوز، والناموس هي لحظة الوصول الى خط النهاية، بينما المركز الثاني هو القادم مشاهدينا الكرام هنا الغزال محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي من يأتينا في المركز الثاني، المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام النمر هادي بن سالم بن راشد بن افجح المري، وعلى المركز الرابع من وصل مشاهدينا الكرام هنا نهاب سالم بن غانم سالم بن راشد المنصوري، وعلى المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاق شعار بن قران من اتانا بهذه اللحظات، هنا ايضا على المركز الخامس معلن الفوز ومعلن الناموس، تهانينا على هذه الانطلاقات والتحديات زايد بن محمد بن قران المنصوري. نعود الى التوقيت الزمني 12 دقيقة 45 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا على فوز ممدوح لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، بينما المركز الثاني المركز الثاني اتانا مشاهدينا الكرام الغزال محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي قاطع المسافه ب 12 دقيقه 47 ثانيه، تسعه من الاجزاء من الثانيه انينا وناموس، اما المركز الثالث فكانت الانطلاقات هنا والتحديات الاخيره من وصل مشاهدينا الكرام النمر لهادي بن سالم بن راشد بن لفتح المري قاطع المسافه ب 12 دقيقه 50 ثانيه، خمسه من الاجزاء من الثانيه، تهانينا وناموس تهانينا للجميع.